ايوه الحين كنا مرتبطين في الفندق مقبول. نعم والله ان حاولنا نمدد قسما بالله انهم ما مددوا. جانا الرجال اليوم الطيب هذا نعم فراس نعم وقال صار بيننا اخذ وعطى قال انا بسمح لكم لا حاجه انه عشاء الشيخ ماهر ما عليك زود ونام على خشومنا ما عليك زود ونعم فيك جينا ملبين الدعوه و نعم وجبينا الاخ ابو الشيخ ابو فراس رجال اخذنا في بيته وفي مكانه نعم. ورجال هو ولا الشيخ فراس والله نعم رجال نعم صار منهم كرم وطيب خلق وربما صار يعني في البرنامج لخبطه لسبب التداخلات الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا سافر اثنين يامر لهم واحد نيابه عن والدي خلف الشويخ الجبور نعم نرحب بالضيوف حنا كان بودنا نستقبلكم بديوان الوالد لكن بناء على طلبكم قلتوا حنا بدنا نغير الأجواء بدنا أجواء شارية ومزرعة فتشرفت فيكم ويا مرحبا وكل الحضور مع عزيبكم هبو الله يكثر خير وجودكم بيننا تري شرف لنا وحنا بيننا مشرك الله يسلمك تري بيننا مشرك ابن زبن من السعودية ابن عم نعم وانا نسيبي الشيخ غرمان العمري ابو محمد كان بوده انه يكون موجود بيننا لكن الظروف ما اتاحت سلام الوالد لكم ولو وضعه الصحي يعرف الشيخ ابو فراس وضعه الصحي لا يسمع وإلا هو اللي يرحب بكم ويكون موجود فباسم والدي وباسم المعازيب وباسم الأردن نرحب بضيوفنا وباسم أبو فراس الشيخ فراس ابن عم نرحب بكم ونقول لكم يا مرحبا ومليون الله يبقيك وبيوتنا مفتوحة لكم الله يحفظكم حياكم الله الله يغليكم احنا بس حبينا نوضح الصورة فقط يا مرحبا طول عمرك عزيزين وغالين ظروفكم لكن ما نخليكم تحدون بلاد مني صغر ما تاخذون واجبكم ما يخليكم نسوي عليكم نقطة غرق صليت على النبي وضيوف تري ضيوف ابو فراس يشهد الله ضيوفنا ابو فراس هو صاحب بيت حياكم الله الله يكرمك يا حياك ولا يستغرب الطيب عليكم يا مرحبا بك انت احنا من بني صغر من عشيرة جهينة ونعم قبائل الأردن بشكل عام يا مرحبا قبائل الأردن بشكل عام نعم. انا اقول الكلام هذا الحين واقوله اول وتالي نعم فيهم الكرم وفيهم الطيب وفيهم الجود وفيهم باقي اللحمة القبلية اللحمة الروافض القبلية الأصيلة هذا ما يستغرب حمن المنافذ السعوديه والاردنيه لين وصلنا عمان كل شخص يقابلنا اللي في الشارع يعزم ويرحب ويهلي وهذا يدل عليه يدل على التغيير وعلى غريزه العروبه والكرم والطيب اللي موجوده فيكم والله نفتخر فيكم ونفتخر في قبايلكم وحن واحد امتدادنا واحد وقبايلنا واحده وكلنا من الثاني وبيض الله وجيهكم مثل ما تفضل الشيخ فرحان وحن جدولنا اخرناه كرامه الشيخ سلامه وكرامه لك والقبائل وانتم وابين لا القبائل اللي واجهناهم لا من بلي ولا من بلي صخر ولا جميع القبائل الدنيا بيض الله وجيهكم والله ان رحنا على الجنوب عند الشيخ غرمان ابو محمد نسيبنا ونعم والله من فرحتهم لنا اهل الجنوب والله انها مدحها يرمون البنادق البوريد يرمونهم ويرقفونهم ويرموا الطخ من فرحتهم لنا بجيد الله يديم المحبه يا مرحبا بكم وبعدين احنا معزبكم تري ابن عمي عليك زود الله يطول عمرك الشيخ فليح الجبور شاعر المليون وشاعر الوطن وعزبكم قرايبي بني صغر رسايب الرجبيه ومرار والمشي وشبول يا مرحبا بك ابو كريم ابو خلف ما قصر واعتذر ابن زهير حبيبي اعتذر من ابو خلف عند ابوي الالتزام ويعتذر منك التزام ابن زهير اعتذر منكم حاب يسهر معكم مع الشيخ وقابل وكلام الوالد وعلمه طيب الله يسلمك والله يعتذر ويقول لك هم العذر منكم الالتزام عليك بلغ ابو خلف طيب عفوا لا ودي قبل اخوي مشعل وقفه خلني ألف و
أبو خلف ماهر الجور من أبناء العمومة وأخ وصديق وبيوتنا وحدة. الشكر لله وإله لجمعنا في هذا المساء، مساء دافئ في مساء ولقاء محبين. أنا يشرفني ويسعدني بعد استئذان أخوي ماهر وباسم قرايبي وما تعدى عليهم فنجان القهوة بكرة بعد بكرة. رجال مسافري سافري اعتذروا رجال مسافري عليكم شلتيها باب بسيعة واحنا بيوتنا وحدة. أبو خلف أبو مجد سافرين والله إيش مجد الشيخ سلام كنا بيوت وحدة يا صخيري صخيري بيت صخيري بما أنه لا الشيخ ماهر قد اعترض لأنه ولد عمهم معنا العميدة عبد الخالق والجماعة والرجال هذا اللي قابلنا هنا كنا قابلنا من سليم وحنا الرجال مقابلينه في قبل فترة لا قابلنا هنا والله إنه خدم طلع معنا وتعبنا الله يمسيكم بالخير رجال وسهلا يا حي الله بكر والله إني رحبنا هذيك اليوم كان بودنا لكن أخوي أبو أبو خلف اللي أبوه طبعا واقع للبعيد وقريب وما هي مجاملة أنا دائما أنا ببيته معذب وهو ابن عمي دائما الغانمين يكونون وين عنده مقر كل من سير معليك زوف وهذيك اليوم التعليلة عند اخونا ابو بيت ابو فراس على الحشمة وعلى الطيبة يعني قام بالواجب فما ظلنا سوالف غير التعليل والرسميات وبدنا نطلع منها هذول بيات على عجالة دائما احنا قلنا هذيك اليوم وسولفنا بالتعليلة انه حنا والسعودية اخوان ان شاء الله على طول باذن الله فاقول نور الرياض اليوم نور بعمان ويا مرحبا من نور اليوم نوره الله خلقنا اخوان واكثر من اخوان الله خلقنا اخوان واكثر من اخوان وكل على الشدات قايم بدوره لا قال عبد الله نخيتك يا ابو فلان أول من يوقف مع أخوان نورة وهذه ما هي غريبة على مواقفة أخوان أهلنا بالسعودية ولا أخونا طبعا كلكم تستاهلون والمدح دائما يقولون يفرض على الشاعر أنه يمدح الغانمين ولو ودي أمدحكم أمدحكم واحد واحد بكل واحد قصيدة لكن دائما يعني تسمحون لي أني ما كلكم كبار لكن احيانا الشعر يكون باتجاه معين لشخص معين ومن ثم كل طيب يجي ان شاء الله حقه ويجي استحقاقه شعر مباشر ها اقول طاب القصيد وزان بدعي للاوزان ولاحت بروق من الشمال عجولة تطرب عليها قلوب وعقول وذان تذكر فعولة اللي تنومس فعولة المالكي والمالكي شيخ جيزان شيخ الرجال المجد منذ الطفولة المالكي والمالكي شيخ جيزان شيخ الرجال المجد منذ الطفولة اللي بنى في عالي الجو ميدان واسس قواعد ثابتة للبطولة يا المالكي اسمح لي أقول فرحان اسمك دلالة كاملة للرجولة سبحان من سخر لك الطيب سبحان وكل يوم لك بالطيب صولة وجولة ما وقف بجازان أو حول جازان دارع بكل الكون عرضه وطوله الطيب ضلع يطاوي جبال شيحان شيحان وشيحان بس الغيم يقدر يطوله وانت وجبل شيحان والغيم سيان واللي ما حد يقدر يطوله صح رسالة صح رسالة الله الله لا الله لا الله لا الله استاهل اكثر من حقك استاهل ابو حسين عز الله انك بدعت لنا كلنا الله يطول عمرك كلنا
هذا شيخنا وامرنا وكبيرنا ويوم انك مدحت والله انك مدحت ورفعت روسنا كلها صح لسانك الله يستر عليك صح لسانك الله يستاهل والله يا ابو يستاهل والله تستاهل تستاهل الطيب ومرت شيوخ ولا هي بغريبتن عليه تستاهل تستاهل الطيب والله هذه له ولديه وجده انا يوم اقول ساكن بعالي جو عارف انه طيار لو طيار متقاعد طيار لو متقاعد ومسكنها بشري قطع مره على جبال الدايم طاور الخدمة لا أعني ما أقول أنا أخذت على الفكرة كاملة الصقور ما تحط حرارة وعيالها إلا فيروس جبال ما نبي فيروس جبال